السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. أنا بكلمك بس في كده يعني شوية أسئلة عاوزة أسألهم لك، معلش أخذ من وقتك شوية. اتفضلي. الوقت أنا إحنا قاعدين في بيت عيلة مع بعض، 3 رجال قاعدين في بيت عيلة، وجوزي هو الكبير واعتبر هو اللي كل حاجة شايلة، فحتى من بعد والده ما مات والدته ما ماتت فضلنا قاعدين مع بعض بتاع 2 3 سنين، وجم اخواته عزلوا منه. وقت كل واحد قاعد في مكان، يعني واحد فوق قاعد في شقة فوق، وأنا قاعد في الدور المفرد بس تحت، مفهومش حمام، الحمام مشترك. والوقت هو جوز قاعد من الشغل، بس يعني بياخد شغلانة ايه يعني، بيودي طبعا طوب على حسابه وكلام ديت، يعني ايه الحمد لله يعني مكافحة وكويس الحمد لله. الوقت هو مصرف على قد ما تقدر تقول، هو كويس وغلبان وبيديني كل حاجة اللي أنا عاوزاها، معلش معلش، ما بيديني، مصرف منين وبتقولي قاعد من الشغل؟ ما هو بيودي طوب على حسابه، ها يعني واحد عازمة بالطوب بيبعتها له يعني. يعني كل ما يكون معاه فلوس بيصرفها ايوان، وما بيديش البيت حاجة. لا هو ما اقولكش ما بيديش، هو بيدي البيت بس. انا دلوقتي معايا حتة عيل عنده 22 سنة، وهو بيتعلمش، هو طلع من المدرسة بيتعلمش شغال، ده مش عيل بقى، ده حد كبير ما شاء الله. شاب يعني عنده 21 سنة. تمام. والوقت الشاب ديت بيبص لزمايله، وبص طبعا ايه يعني اللي رايح واللي جاي واللي خطب والشقة والكلام ده كله ليه. الوقت احنا عمال اقول له لم نفسك عشان خاطر يعني يا نعمل مصالحنا. طيب قولي لي بس عشان وقت البرنامج، السؤال بتاعك انا فهمت القصة خلاص. فهمتيها الوقت؟ طب انا لما اكون هو معاه فلوس، هل انا لو خدتها وبعمل جمعية، من وراه لو خدت وعملت جمعية من وراه يا ما شاء الله، من وراه. وايه وبديها له برضه يعني ايه بعد لو عايز حاجة بروح اعطيها له، فهل ده حرام ولا ما حلال على سألكيش مين؟ جوزك وقال لك جبتي الفلوس منين؟ انا بقول له انا عملت، انا عاملة جمعية، ايوه يا جماعه، دي دفعتيها منين؟ ما بيسألش ما وما بيسألش سألش. ما بيسألش، ما سألش. ده قمة الحرام اللي حضرتك بتعمليه، قمة الحرام. شكرا لحضرتك يا أستاذة زينب، واسمعينا، قمة الحرام اللي حضرتك بتعمليه. عندنا ذريعة، كل الستات، معرفش مش كل الستات طبعا، بعض الستات واخدينها. لما راحت زوجة أبو سفيان لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له زوجي شحيح حديث بخيل، انت حديث شوف بقى انت القصة اللي ايه واخدينها كلها. نعم. ها، فقال له، قال لها ايه؟ خذي منه ما يكفيك وولدك بالمعروف. النبي حط لنا 3 4 خطوط تحت بالمعروف دي، يعني تاكلي تشربي، يبقى عندك في الدين كسائين في الشتاء وكسائين في الصيف، يعني واحد البسه وواحد اغير فيه. لكن انا اخد من وراه عشان هو مسرف، طب هو اقول له ادينا فلوس نعمل الجمعيه اللي حضرتك عايز تعمليها ديت ونحوش الاولاد. وبعدين الولد اللي عنده 21 سنه اشتغل. احنا بنصنع ابناء عاقين في البيوت، ما بينزلش يشتغل ليه؟ ده راجل. وتقول ابوه هو انت مسرف عشان كده الواد مش عارف يتجوز، طب ما يشتغل الولد، ما يشتغل. ده لو شال، مش الاب بيشيل طوب؟ ما يشيل طوب معاه، يعني هو شيل الطوب النهارده محتاج حرفه، محتاج قوه شباب، والولد شاب وفي عز شبابه. لا يا حبيبتي، طبعا ربنا هيزعل منك قوي على اللي انت بتعمليه، وحرام اللي انت بتعمليه، وتوبي الى الله وارجعي لزوجك. انا رايي يعني لو تاخدي رايي صرحيه وقولي له انا كنت بحوشهم لك على فكره، كنت باخد بس بعض الحاجات من فلوس الاكل والشرب، مش باخد من وراك، من فلوس الاكل والشرب اوفرهم واحوشهم لك. خد بقى، ايه رايك في المفاجاه دي؟ اعمل بقى لابنك حاجه، وديعه، جوزه، هات له جهاز، لكن انا ما اخدش حاجه من وراه عشان ربنا ما يحاسبناش.